بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثامن مادة الدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط قسم التوحيد الفصل الدراسي الثالث بعنوان الدعاء. سنتعرف على الدعاء وآداب الدعاء، وسنتعرف على الأشياء التي إذا فعلناها نكون قد خالفنا آداب الدعاء ومكانة الدعاء. دعاء غير الله شرك، إذا خالفت دعاء الله فأنت بذلك يكون شرك أكبر وطلب الرزق من الله تعالى. نذهب إلى المقدمة. يا رب يسر لي أمري، اللهم اغفر لي ولوالدي. اذكر بعض الأضعية التي تحفظها وترددها كل يوم، وما علاقة التوحيد؟ مثلا هنا ايه؟ رب ارحمني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. يعني طبعا نحن نريد أن إيه؟ نختصر. إني نضع تحت نقطتين. ما علاقة الدعاء بالتوحيد؟ علاقة الدعاء بالتوحيد. إذا صرفت الدعاء إلى غير الله لم تكن إيه؟ موحدا. يبقى هنا لابد أن يكون الدعاء لله فقط لكي أكون موحدا، ومن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك. هذا هو العلاقة، أو هذه هي العلاقة. نضع نقطتين تحت الياء في لكي، تعريف الدعاء لغة هو الطلب والنداء، شرعا لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد من جلب منفعة أو دفع مضر. يعني تقول يا رب نجحني، يا رب اشفني، او يبعد عنك المضرة، يا رب نجني من المرض، يا رب نجني مما نزل بنا من البلاء وارفع عنا كورونا. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة وقربة، ولهذا يجب صرفه لله تعالى وعدم اشراك احد معه في ذلك. الدليل انه عبادة، قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معنى يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي. مكانة الدعاء، للدعاء مكانة عظيمة فيما يلي: الدعاء من أعظم العبادات وأجلها، محبوب لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. في الدعاء إظهار لذل العبد لله تعالى والافتقار إليه، ونفي الاستكبار عن عبادته. دعاء الله تعالى سبب في انشراح الصدر وجزيل الأجر وحصول المطلوب الذي تريده. أما دعاء غير الله شرك أكبر. من دعا غير الله تعالى من الأموات والغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر. والدليل قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالظلم هنا يراد به الشرك، كما قال تعالى:
إن الشرك لظلم عظيم. طلب الرزق من الله تعالى، الرزق من أعظم ما يهم الناس، والواجب ألا يسأل الرزق إلا من الله تعالى، لأن الله هو الذي يملكه. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي اطلبوا الرزق من الله، إليه ترجعون. والمعنى اطلبوا الرزق عنده وحده لا شريك له دون ما سواه، واعبدوه يعني أخلصوا له العبادة كلها وحده لا شريك له، ومن ذلك عبادة الدعاء بطلب الرزق، فلا تكون إلا منه وحده لا شريك له. قال تعالى: واسألوا الله من فضله، وما ذاك إلا لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بالتعاون مع مجموعتك اذكر 5 من آداب الدعاء، ثم نتجه إلى الأسئلة. آداب الدعاء كثيرة، أتيت لكم بما اختاروا ما تحبون منها: الوضوء واستقبال القبلة، البدء بحمد الله، تقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى، والثناء عليه، يا ربي لك الحمد كما تحب وترضى، لا إله إلا أنت، أنت العظيم، أنت الكريم، أنت الحنان، أنت المنان، أنت الواحد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. رفع اليدين أثناء الدعاء، حضور القلب أثناء الدعاء، تفكر فيما تدعي وما تقول، التوبة والاعتراف بالذنب، الإلحاح في الدعاء يعني تكرر: يا رب يا رب يا رب، عدم استعجال الإجابة، لا تيأس يعني كرر الدعاء عدة مرات وعدة أيام، تجنب التكلفة في صياغة الدعاء، يعني لازم مش لازم يكون الدعاء موزون يعني بعض الناس لازم يجيبوا آخره كله سجع، خفض الصوت في الدعاء. طيب، ما معنى الدعاء ولمن يجب صرفه؟ مع الدليل: الدعاء لغة والطلب والنداء، شرعا لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة. يجب صرف الدعاء عبادة وقربة، ولهذا يجب صرفه لله تعالى وعدم إشراك أحد معه في ذلك. الدليل قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معلش النهاردة الله يخرج بالمستشفى بسبب عملية في الأنف، مش قادر أتكلم، بس لابد أسجل حتى أنتهي من المناهج، لأن المناهج كثيرة. السؤال الثاني: بين مكانة الدعاء. للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي: الدعاء من أعظم العبادات وأجلها، الدعاء محبوب لله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. في الدعاء إظهار لذل العبد لله تعالى والافتقار إليه، سبب في انشراح الصدر وجزيل الأجر. الأجر وحصول المطلوب. يبقى إذن هو من أعظم العبادات، محبوب لله عز وجل، إظهار لذل العبد لله تعالى والافتقار إليه، سبب في انشراح الصدر وجزيل الأجر وحصول المطلوب. السؤال الثالث: ما حكم دعاء غير الله؟ مع الدليل: شرك أكبر. حكمه شرك. الدليل قول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالظلم هنا يراد به الشرك
كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا آخر سؤال، لا تنسونا من دعائكم واللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.